هنا دي ايه بالظبط؟ دي وحمه؟ لا دي ما هياش وحمه. طبعا هنخش دلوقتي في مشكله بتهم الناس، السواد الاعظم من الناس، اللي هي مشكله حب الشباب، اللي هي بتبقى عن اثار وندبات وحفر وبقع في الوش يعني. ودي لجراحه ليزر، احنا بنسميها الصنفره بالليزر او التقشير بالليزر. بنقدر نسوي الجلد ونخليه اقرب الى الطبيعي يعني. ما نقدرش نشيل كل حاجه، لكن 80% تحسن، ده يعتبر حاجه مبهره. كان زمان ما نقدرش نعمل حاجه.